طيران الخليج اليوم توظف حول 3000 موظف، وتوجهها المستقبلي واضح، هي أن نعود بأمجاد الشركة إلى ما كانت عليه في السابق. أعلنت شركة طيران الخليج عن استراتيجيتها الجديدة لعام 2018 وما بعده، كاشفة عن استحداث أسطول جديد من الطائرات يبدأ حيز التنفيذ في شهر أبريل القادم. الهدف من تجمعنا الليلة هو الاستعراض مع المجتمع البحريني ما تنوي قيام به طيران الخليج من تطوير في عملياتها، ما ينصب في أساس وجودها وهي لخدمة البحرين والاقتصاد البحريني. Tonight I'm very honored and happy to share the corporate strategy of Gulf Air. The new strategy is beginning of a new era of the Gulf Air, which begins this year with many news, new routes, new products, new logo, new branding, and the new destinations to fly. حيث أن طيران الخليج راح تستحدث أسطولها إلى 39 طائرة، منها 10 طائرات دريم لاينر و29 طائرة إيرباص نيو. إن شاء الله عندنا خطط حق 2018 بفتح 8 محطات جديدة وزيادة عدد الرحلات الموجودة حاليا في الشبكة، وإن شاء الله تشرفونا وتطيرون معانا، وإن شاء الله كل هذه راح يآزر ويعزز الإيكونومي لمملكة البحرين الحبيبة.